بعد أن نتوقف عند المفاجآت بين قوسين من العيار الثقيل بسقوط أندية الرابطة الأولى، ونبدأ بأولمبي المدية الذي تنقل إلى الشرق الجزائري لمواجهة اتحاد بالخير، والمفاجأة كانت في هذه المباراة التي حضرها ياسين بوخناف. اللقاء انتهى بفرحة هستيرية وسط أجواء احتفالية كبيرة صنعها أنصار ولاعبي اتحاد بلدية بالخير بعد التأهل التاريخي لهذا الفريق الشاب على حساب أولمبي المدية الذي ينشط برابطة المحترفة الأولى. نشكر اللاعبين اللي كانوا رجالة فوق أرضية الميدان، نشكر المدربين، وشكر كامل يرجع للبيبليك اللي جاء عاونا، وما ننساش السلطات اللي وقفت معنا لآخر الدقيقة، ونشكر الناس كل اللي وقفت معنا وفريق هذا موش بالخير بركة واتحاد ولاية قلمة. كنا يعني في ندم على المدية، ضيعنا عد فرص، كان لو نيفو متقارب. الحمد لله بالنسبة لي أنا تروا فوا سيزيام دو فينال، كات فوا ترون دو أنا، وهذا وكارت دو فينال بالنسبة لي يعني إنجاز تاريخي يبقى في ذهني في مسيرتي التدريبية. الحمد لله يا ربي. وبالعودة إلى مجريات اللقاء، فريق بلدية بالخير الذي ينشط بالجهوي الأول التابع لرابطة عنبة دخل المباراة بدون مركب نقص، ووقف الند للند لتشكيلة أشبال سليماني، وعرف خلال المرحلة الأولى كيف أن يسير هذا الشوط من دون أن يتلقى أهداف من جانب الأولمبي الذي كان الأحسن خلال المرحلة الأولى. المرحلة الثانية جاءت متكافئة من حيث الأداء والفرص يوسفي من جانب بالخير في هذه المحاولة التي ضيعها رغم الوضعية المناسبة للتسجيل. أولمبي المدية كان بإمكانه هو الآخر فتح مجال التهديف لولا تدخل الموفق للحارس حبشي. اتحاد بالخير حاول حسب نتيجة المباراة في مناسبتين لكن دون نتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي 0 لمثله، وكان لزمن الذهاب إلى الوقت الإضافي الذي سجلنا فيه محاولة واحدة لصالح أولمبي المدية عن طريق بوشيبا الذي صدمت كرته بالعارضة الأفقي، والاحتكام كان إذن لضربات الترجيح والتي ابتسم فيها الحظ لفريق بلدية بالخير ليتأهل هذا الفريق الشاب إلى الدور الثم النهائي للسيدة الكأس التي لا تعترف بالمنطق الكروي. الواقع أنا نظن باللي الحظ لعب دور تاعه، باسكو خلقنا عدد كبير من الفرص ما استطعناش نجسدهم. زيد إلى ذلك أنا نهني الفريق الخصم على الندية تاعه، والواقع ضربات الجزاء ما فيهاش، نظن باللي ما فيهاش تقدر هي اللي تختار نوعا ما الفريق اللي ينافس في هذه البطوله. وانا نقول بالمقابل نظن باللي الحضور الجماهيري اعطى ندي جديه ونديه لهذه المقابله. نهني الفريق الخصم، وصراحه نظن باللي انا نقولها بكل صراحه نظن باللي الحظ اعطانا الظهر، ونتمنى الفريق اتحاد بالخير صدر يزيد دور ولا دورين في المستقبل. السيد سليماني لست أدري، ربما أكثر من دور أو دورين ربما إلى غاية النهائي.